ولنقاش ملف عنف الميليشيات المتواصل ضد المتظاهرين في العراق المطالبين بإسقاط نظام المحاصصة الطائفي، ينضم إلينا عبر سكايب أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي. أهلا بكم دكتور. أهلا بك، حياك الله وسلام. دكتور، عقب إحراق الميليشيات لخيام المتظاهرين في البصرة فجر اليوم، كيف يفسر غياب القوات الأمنية وتكرار الاعتداءات؟ بالتأكيد هذا يؤكد على حقيقتين أساسيتين. أولهما أن الحراك الشعبي والثوار بشكل عام لم يثنوا ولم ينثنوا من توجهاتهم الحقيقية لإحداث التغيير، وأن جاءت طلباتهم خدمية وليس تغيير العملية السياسية برمتها. الشيء الآخر أن على ما يبدو أن هكذا الطلبات وهكذا توجهات لا تثير حفيظة الأطراف التي تنتعش بوجود هكذا حكومة فاسدة، لذلك قد تدرك هذه الجماعات أن الطلبات بهالخدمات لا تشكل تهديد لوجودها، وبالتالي أتوقع لم تذهب باتجاه الفعل الذي يذهب بالاتجاه الذي كنا نتعود عليه سابقا. ومع هذا هي حدثت بعض الأشياء، ولكن أتوقع أن كان قليل أقل مما كنا نتوقع. نعم، إلى أي مدى أدى تراجع الحكومة عن محاسبة الميليشيات التي قتلت واعتقلت الصحفيين والمتظاهرين والناشطين، أدت إلى سطوة الأحزاب على القرار الحكومي في هذا الشأن؟ أكيد تلكل الدولة الحكومة في إداء مهامها حيال قتلة الشعب أو حيال من خطف وقتل الناشطين، هذا يدلل على حقيقة أن الكاظمي أو حتى الحكومة برمتها لا يمكن ولا يقوى على أن تفعل شيء بهذا الاتجاه. ولكن بالمقابل هذا أعطى للساحات الثوار تأكيد على أن رأيهم سليم وإدراكهم للمتغيرات سليم، وأن قناعتهم التي كانت باتجاه أن كاظمي لا يغير شيء كان رأيا سليما. ولذلك نرى الحراك يتسع، وهو معروف جدا لولا كورونا لكان الأمر يختلف كثيرا في الساحة العراقية. في هذا السياق وبالحديث عن اتساع الحراك الشعبي، عادت تظاهرات وبشكل قوي في البصرة والقادسية وذي قار وواسط بنفس الوتيرة الأولى، كيف يمكن أن تؤثر هذه العودة على المشهد السياسي في العراق؟ بالتأكيد هذه ستضغط على الحكومة ضغطا كبيرا، وهذا بالتأكيد سيكون إحراج كبير للحكومة، إحراج لأنه من جانب غير قادرة على أن يوفي بعهد أو يوفي بمتطلبات الشعب، والمقابل أنه عاجز عن إداء أو فعل معين حيال القوى المتنفذة والميليشيات المتسلطة. وهذا أتوقع أنه سوف يعجز الحكومة أكثر وأكثر، ويحاول بالمقابل أيضا يدعم الحراك الشعبي. ولكن للواقع نقول أن هناك محاولات من كاظمي لاحتواء حالات الرفض الشارع والحراك إلى حد معين، ولكن ستصدم هذه المحاولات بالتأكيد في مرور الزمن بإرادة القوى المؤثرة على إرادة كاظمي، وبالتالي ستعود الأمور إدراجها إلى ما كان عليه من حراك مقتنع بأن العملية السياسية لن تمضي شيء ولن تقدم شيء. الحديث عن ما قدمته العملية السياسية، كان هنالك انضمام للموظفين للحراك الشعبي وخروجهم في تظاهرات واحتجاجات تطالب بتوفير أبسط الخدمات، كيف يفسر ذلك؟ بالتأكيد هذا زخم حقيقي للحراك وللثورة، ولكن نحن كمتابعين عرفنا من أول وهلة أن الثوار قالوا نريد وطن، والوطن بالتأكيد هي أكبر من مسألة تعيين أو خدمات أو ما شبه ذلك، ولكن بالتأكيد هذه حاجات يومية وحاجات آنية وحاجات بالتأكيد تتعب المواطن العراقي، وبالتالي هكذا مطالب وهكذا صيحات تضاف قوة وزخم إضافي إلى الحراك، لتؤكد إلى أن الحراك خرج لأن يصحح ويغير، وأيضا يؤكد أن الحراك عندما أراد أن يغير العملية السياسية لأنه مقتنع أن العملية السياسية لا يمكن أن تجني
شيئا ايجابيا وان تغير بعض الاشياء بشكلها الظاهري كما هو حصل عندما غير عبد المهدي وجيء بكاظم على امل التغيير، ولكن مع هذا يصب الامر كله في صالح الحراك واستمرار الحراك. دكتور، كيف يمكن تجاوز الانسداد السياسي الحاصل في العراق في ظل الصراع الايراني الامريكي في دعم هذه الاحزاب والعمليه السياسيه على حساب مطالب العراقيين؟ بالتاكيد غايه في الخطوره والصعوبه بحق الواقع العراقي. لماذا؟ لان الاراده الوطنيه العراقيه غائبه حقيقه عن الجانب العراقي الرسمي وغير الرسمي الى حد معين، لان الاراده الامريكيه هي الاقوى والاراده الايرانيه كذلك هي الفاعله في الشارع العراقي. هذا بالمقابل يجعل المواطن العراقي الذي يدرك ان اسباب تدهور حادث العراق هو الوجود الخارجي الفاعل في العراق، كما قلنا يؤكد على مصداقيه الرؤيه ويؤكد على ان الرؤى تطابق الواقع وبالتالي تعزز التظاهرات. بالمقابل هذه العمليه، اي وجود الامريكان، وجود الفاعليه الايرانيه القويه في العراق، تضعف الجانب الحكومي الرسمي لانها تؤكد على ان هذه الجماعه او هذه الحكومه غير قادره ولا تمتلك اراده وطنيه، وهذا الذي شخصه المتظاهرون من اول يوم. شكرا جزيلا لكم استاذ العلوم السياسيه دكتور قحطان الخفاجي، كنت معنا عبر سكايب.